اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. من اليوم للمره الثانيه في منزل شابه ربيعه، البنت اللي يمكن عائلتها رشيده ما تكون ربيعه، مرات تكون رافعه. المهم رشيده شابه اللي كنا في المنزل ديالها نهار البارح، كنا البارح عند هاد السيده رشيده. يمكن هنا كانوا الدموع، كان الحزن، كان الالم، كان البحث عن المجهول وما عرفناش فين كاينه. اليوم حنا جبنا بوصرة الخير. اليوم رشيدة مع عائلتها من بعد نداء ديال شفت بي الحمد لله، الأسرة جمعات مع البنت ديالها. قدمي لك راسك مرة أخرى، وكيفاش لقيتو رشيدة؟ السلام عليكم. هل تحاولي تقربي للميكرو شوية لفمك؟ السلام عليكم. قلبي انك كيفاش تلاقيتو مع رشيدة مرة أخرى؟ كيفاش كان الشعور ديالكم اللي كنتو كتقلبوا اللي يلاه صورنا نصحوا الناس شنو كانوا؟ حنا كنقلبوا على الناس، نتوما مع الناس ويقلبوا معانا وصافي. وبقاو جيت مجموعه مباشره مورا الاتصال، تيديري بحال هكا مباشره مورا الاتصال، بقاو كيعيطوا للناس كيقولنا راه في حي الصدري. عاودينا هذه القضيه. كيعيطوا لنا في مباشره مورا الاتصال، مباشره مورا الاتصال، مباشره مورا الاتصال تعيطوا للناس تقولوا لنا راه كاينه في حي الصدري، راه شفناها هذه صافي. وكنمشيو حنا نقلبوا، ملي كنمشيو ما كنلقاوهاش ثاني. كنقولو كنبريو عليها، يعني قلبتو نهار كنقلبو 8 الليل سوق سبعة ولا ستة هبطنا منها. مشينا كنقلبو مجموعين حنا الناس سي سعود، مشينا قلبنا وتفرقنا كل مشى لبلاصة صافي. ولقينا لقاو الناس تما وجابوها لينا الحمد لله. الحمد لله لقينا الحمد لله. فاش شنو الحالة اللي لقيتي فيها رشيدة؟ لقينا فحال لا يوسف مسكينة، لقينا جا منفوخين مع المشي، منفوخين وحمرين، وجا مدين مسكينة وعينا حمرين وسخونة بزاف العافية. واخا ملي الله شتيها شنو قالت لكم؟ واش عرفتكم بغات تجي معاكم؟ مبقاش نقص القهوة، مشا لقيتها علاش قال مشاو الناس خالة القهوة. كيفاش تعاملوا معاها؟ كيفاش تعاملوا معاها؟ صافي قالوا لها يلاه رشيدة عم مبغاش تمشي معاهم، حتى قالوا لها تمشي تمشي أمان، تعرف سميت أمان، مشي عند أمان، يلاه عود معي عندك عند أمان، عاد عاد ترخفات، شدوها منكم الكوت ومن جايبين. والدواء الحمد لله. اذا ملي رجعت الحمد لله، خويا الحمد لله كنطلبوا الله الحمد لله ونشكروا عملي جات المسكينه سالمه بعدا من حتى حاجه الحمد لله. من الناس كنتوا خايفين قبل بهذا الشيء؟ ممكن فلات نعس فلات ترقد عرفتي ما شربتش الدواء وهاد الوقت خايبه خايبه بزاف، هي مسكينه مريضه وما عارفاش ما الدويه ما كتهضرش كتقول لهم، يعني انتما خايفه ولا ما غاتجاوبهمش، يعني واخا تبغي خاص بغي تجي غير باغا تفضل باغا تجي للدار وكي ما تعرفش ما عرفاش مسكينه، حنا تخرج من الباب كتلف صافي ما تعرفش البلاصه. الحمد لله. واخا الناس كلشي كانوا كيتبغاو يتعاطفوا معاها ويعاونوها، شنو خاص رشيده؟ كيفاش كتعيش؟ شنو محتاجه؟ شنو ظروفكم؟ الحمد لله ظروفنا الحمد لله الحمد لله، يعني عندها دواء دائم الحمد لله، كاين خوتها كاين حنايا الحمد لله عايشه الحمد لله. نقول الله وي يا رب ان شاء الله طول عمرك وتلي فيها ان شاء الله كيف ما كتمني. واخا اليوم رشيده المغاربه كاملين يمكن تعاطفوا مع القصه ديالها، شنو تقولي للمغاربه اللي تبعوكم؟ كنشكرهم بزاف، كنشكرهم بزاف حتى تعاطفوا معنا تاهما وعاونونا المساكن وكيسولوا كل مره كنسمعوا التليفون يهضروا المساكن واش لقيتوا رشيده واش لقيتوها لالا الحمد لله. فيمكن حنا اللقاء يسهل عليهم امين، يمكن اللقاء ديالنا معكم كان بالصدفه ولكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله ملي جات مسكينه وجات سالمه عرفتي بغينا تبارك الله عليك لاله شكرا لله. نطلبوا الناس شنو نطلبوا كي نطلبوا الناس زعما اللي عندكم بحال كومراد نخليهمش يخرجوا حدو معاهم علمات كانت القضيه لا حدو معاهم تاهما قال لي وليتي دايره الساروت دابا الساروت كنسد نخرج نسد وندخل نسد صافي مخسر فهمتك. يا عمر هذه 20 عام مريض عمر ما خرجت 20 عام عمر ما خرج على بغا تدق البرا ولا نشي لها شي حاجه، يعني اصلا ما مولفاش السريح لا ما فاش تخرج برا لا ما تخرج احساسك ملي قال لك احنا لقيناها هي معانا؟ انا جايه داخله وتقول لي لقيناها لقيناها وانت كنبكي، انا كنت كنبكي كنبكي والله الا كلشي ولا عيطت ولا كيبكي. تقدري تخيلي حياتك بلا فيها؟ وي نتطاو نجيو من القهوه معانا غادي نطيب شي حاجه الله يخليها لك. كتخمم ليها في العيشه واش واكله واش شاربه واش ناعسه كدير في الزنقه مسكينه. اكيد عمي ناخذ من عندك واحد الكلمه ممكن؟ انا بسم الله عمي كنتي فرحان
هضرت معاك هضرت معاك البارح باقي لا مقلق اليوم كي داير كل ما جات البارح كون اصبحت عاقد مالك اصبحت ميت انا صاحبي كنت خايفه ما تفرح البارح ما يقول ما يشرب البارح ما كليتي ما صح ما كليتي اخلي بعد موت عقريات زاد لينا مربينا من صغرها وحنا مسكينه صحيحه مسكينه بنت شي حاجه ب 29 عام مسكينه معنا البارح والحمد لله الحمد لله فاش رجعت وقال لك عمي راه رجعت فاش حسيتي واش غندير انا مشيت انا مشيت انا تانا معاهم ترى انا مشيت مالك ما قدرتي تستنى تهدي رديت انا مشيت الحمد لله واش غندير واخا شنو تقولوا عمي الناس اللي تعاطفوا معاكم كلشي الناس يغوتوا والله الا من دار ما كيغوتوا علينا في التليفون كيقول لكم الناس يعني انا سلامتكم على سلامتكم ايوا الحمد لله انا يلا عوض الحمد لله على سلامتكم شنو تقول عمي المغاربه اللي تبعوا معكم القصه والله لا شكر الله يخليهم الله يرحم والديهم كنشكرهم بزاف كنشكرهم الله يجزيكم بخير الله يخلي الفرحه ديما بدركم وان شاء الله كنا متفائلين ان غنرجعوا عندكم في الخير وغنرجعوا ربيعه مرحبا بكم مرحبا بكم ورشيده معكم مرحبا بكم الله يرضي عليكم لا لا بالعكس شنو بغيتي تقولي عطاتك ما غتشكر الرايه من قبيله ما قدرتش نعم انا تما كنشكركم فين بزاف وقفتوا معنا حتى هما والله يسهل عليكم وليدي مرحبا لاله مرحبا هذا واجب هذا محمد وجب شكرا الناس اللي تبعوا معنا اللايف حنا الناس اللي بقاو في لي ميساج تيقولنا واش عاونتوا دوك الناس واش لقيتوا رشيده ما لقيتوهاش حنا في دارها رشيده مع عائلتها نتمنوا خير ان شاء الله تكون مشكوركم بزاف مرحبا لاله وان شاء الله تكون اخر الاحزان يا ربي شكرا لكم الناس اللي تبعوا اللايف وسمحوا لنا انا جينا عندكم في الوقت مرحبا لكم الله يجزيكم بخير شكرا شكرا الناس اللي تبعوا اللايف الحمد لله الوقت تخلد عليكم الله يكبر بك عمي مرحبا بكم الله يكبر بك عمي الناس الخير شكرا الناس اللي تبعوا اللايف الحمد لله رشيده مع عائلتها ونتلاقاو ان شاء الله في الخير والله يجعلها اخر الاحزان يا ربي يا ربي.